السلام عليكم ورحمة الله، أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة مع الكابتن. النهارده حلقة عودة الروح لجسد الرياضة المصرية. عفوا. النهارده أول ماتش بعد غياب 148 يوم. الحقيقة الناس كلها فرحانة، وأنا جاي في الشارع شايف الناس مبسوطة والناس حاسة إن هي سعيدة لأن الدوري رجع. إحنا بقالنا فترة فوق الأربع شهور قاعدين من غير كوره. كل اللي بيحب الكوره وكل اللي بيتابع الكوره خاصه المصريه النهارده سعيد فرحان. بنشكر فعلا الحكومه المصريه ان هي قدرت تساعد وتساند الفرق ان هي ترجع تاني. فرق كتير كانت معترضه على عوده الدوري وليها كل الحق، طبعا كل الحق. الفرق اللي بتعترض هي شايفه ان ممكن يكون عرض كورونا ده اللي اجتاح العالم كله ممكن يكون هو بالنسبة لها مشكلة، هيأثر على لعبتها، هيأثر على إمكانياتها، فليهم كل الحق وليهم كل العذر. لكن احنا دولة، ودولة بنرجع تاني، دولة عايزة تقوم وعايزة تقف على رجليها. الرياضة وخاصة كرة القدم هي من أكبر وأكثر الموارد لمصر. احنا بلد كبيرة، بلد مصنفة إفريقيا ومصنفة عالميا. صعب جدا يكون الدوري المصري مش شغال، صعب جدا ان احنا نلغي الدوري. لازم نتكاتف كلنا، وده اللي حصل من اول الرئاسة حتى رئاسة الوزراء، سيادة الوزير، شباب الرياضة، اللجنة الخماسية، وكمان سيادة الوزير النهارده حضر الماتش، ودي كانت حاجة مهمة جدا وحاجة محترمة جدا تحسب ليه طبعا، ان هو وجوده في اول لقاء في الدوري المصري بعد عودته يكون موجود. الناس كلها اتكتفت، الناس كلها وقفت مع بعض. بنشكر من هنا فعلا الدكتور محمد سلطان والقائمين معاه على الاجراءات الاحترازية والاجراءات الطبية اللي اتخذت لكل الفرق. مسحات باستمرار، الماتشات الودية كلها كان فيها مساحات. الراجل كان بنفسه بيتابع وبيكلم الناس المصابين. شفنا فرقة زي الانتاج الحربي كان فيها حوالي 19 حالة، الراجل كان بيتابعهم، الراجل كان على طول باستمرار بيسأل عن الناس اللي تعبانة، اي حد كان عنده مشكلة كانوا بيقفوا معاه. بنشكر الناس كلها. الحمد لله رجوع الدوري المصري، رجوع الكورة في مصر، ده قطاع كبير جدا يا جماعة، وكمان بيفتح بيت ناس كتير قوي بيتها مفتوح. انا قلت الكلام ده قبل كده في حلقه سابقه، ان في اكتر من حوالي 500 الف مدرب، الناس دي كلها كانت قاعده في البيت. ممكن الناس تكون مش حاسه، يا جماعه ماتش ايه اللي هنلعبه ده، كورونا شغاله. ما هو حضرتك الناس قاعده في بيوتها، المدرب ده قاعد في البيت، ما هو ده اكل عيشه، وده فاتح بيته بالرياضه بالكوره بغيرها. انا مش بتكلم على الكوره بس، بتكلم على كل الانشطه. بل كلمه شكر من برنامجنا لكل المسؤولين وكل الناس اللي قدرت ان هي توقف الكوره المصريه على رجليها تاني، وعوده الروح لجسد الرياضه المصريه. النهارده كان اول ماتش معانا، ماتش الزمالك ونادي المصري. الماتش النهارده كان ماتش قوي جدا، النادي الزمالك لعب بضغط عالي جدا من البدايه، والنادي المصري كان مقفل الملعب كويس جدا وما كانش عايز يتغلب. النادي الزمالك النهارده قدر يكسب 1-0 بهدف محمود علاء. النادي الزمالك النهارده بدأ تشكيله بمحمود ابو جبل في حراسة المرمى، خط الدفاع محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود الونش، حازم امام، خط النص كان محمد حسن وفرجاني ساسي، ثلاثه كان في تحت راس الحربه اسلام جابر واحمد زيزو وحسام اشرف، وكان راس الحربه الصريح مصطفى محمد. النادي المصري البورسعيدي بدأ تشكيله النهارده بأحمد مسعود في حراسة المرمى، خط الدفاع اسلام ابو سليمه واحمد شوشه وكريم العراقي وبهاء مجدي، خط الوسط كان عمرو موسى وفريد شوقي ومحمد جابر وحسن علي، وخط الهجوم كان احمد ياسر ومحمود وادي. لما يكون اول ماتش بعد غياب 148 يوم او اربع شهور، كل العذر نلتمسه للعيبه. اللعيبه لعبت الزمالك لعب حوالي 5 ماتشات وديه، والمصري لعب حوالي 4 في وقت قصير جدا. الحمد لله النهارده ما كانش فيه اصابات، الحمد لله الامور طلعت على خير، ده كان حاجه كويسه جدا. الاداء يعني زي ما اتفقنا الاداء ما كانش قوي، طبيعي بترجع بعد فتره طويله لازم يكون الاداء بالشكل ده.
لكن الزمالك لعب مباراه هجوميه كويس جدا. النادي المصري حاول يقفل على قد ما يقدر بتغييراته كمان في الشوط الثاني، لكن النادي الزمالك بمحمود علاء في الدقيقه 55 قدر ان يحرز هدف الفوز، وثلاث نقط غاليه جدا جدا لنادي الزمالك، بيرفع رصيده ل 34 نقطه وفي المركز الثاني خلف النادي الاهلي المتصدر ب 49 نقطه. اخر ماتش كان في الدوري الممتاز كان بتاريخ 11/3، كان النادي الاهلي ونادي سموحه. الحمد لله الحمد لله على رجوع الدوري، الحمد لله ان الرياضه رجعت تاني، الحمد لله ان الناس بدات تشوف اكل عيشها تاني. ماتش النادي الاهلي ان شاء الله هيكون يوم الاحد مع انبي في المؤجلات. عندنا ماتشات مهمه جدا الايام الجايه، عندنا منافسه هتبقى كل تقريبا كل 3 ايام مباراه، ده هيبقى هيعمل ضغط جدا على اللعيبه، وهنشوف اصابات وهنشوف هنشوف يعني جهد عالي، وهنشوف لعيبه كتير بتتغير، ده امر طبيعي جدا، امر طبيعي جدا لكل الفرق المصريه. عندنا ترتيب الهدافين في الدوري المصري بعد توقف قدام 148 يوم، عندنا عبد الله السعيد 13 هدف مركز اول، مركز الثاني محمد شريف 9 اهداف، سيف الدين الجزيري 7 اهداف، وليد سليمان النادي الاهلي 6 اهداف. النادي الزمالك النهارده على الرغم ان هو كان اول الفرق المعارض لرجوع الدوري تاني، وهو كان عايز يبدا دوري جديد زي ما قلت ان هو ليه كل الحق ان هو يفكر في كده، ولكن النهارده لما شفنا الاداء الزمالك لعب كويس وخد 3 نقط وبدا يدخل في المنافسه واحده واحده، يعني النهارده فوزه النهارده بيخليه مركز تاني فوق المقاولين العرب وفوق نادي بيراميدز. نادي الزمالك فرقه كبيره، النهارده كان عنده مجموعه كبيره جدا 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 من الاصابات والايقافات، على راسهم ونجم وبن شرقي، الناس لسه راجعه امبارح والحمد لله اتعملت المسحه ليهم، والحمد لله المسحه طلعت سلبيه، مفيش اي مشكله خالص، وبداوا هينزلوا التمرين ان شاء الله مع الفريق. كابتن شيكابالا وموقوف، كابتن طارق حامد، كابتن عبد الله جمعه، ودول موقوفين بسبب ماتش الاهلي الاخير في السوبر. باقي اللعيبه كان عندها اصابات والدنيا كانت يعني بدا يلعب بالناشئين، كان في مجموعه كويسه جدا النهارده لعب بيهم، يعني احنا شفنا مثلا الناشئ حسام اشرف النهارده ولد كويس جدا، ولد من الطرف الشمال هايل هايل وعنده اداء وعنده باور وولد صغير، يعني فعلا ان شاء الله ممكن يبقى مكسب كبير جدا للكره المصريه. وشفنا كمان اسامه فيصل، اسامه فيصل لعب مع نادي الزمالك في الماتشات الوديه الاخيره وشفنا اداء كويس، جاب اهداف والنهارده الكارتيرون اداله، بس المشكله كلها كانت في مصطفى محمد النهارده، مصطفى محمد النهارده ضيع فرص سهله جدا. يعني كان في كورتين في الشوط الاول، يعني مصطفى يعني صعب جدا يضيع كرة زي كده، يعني كرة بدماغه والجول فاضي، لعبها في الارض طلعت عاليه فوق العارضه. مصطفى محمد يعني احنا عايزين منه اكتر من كده، لان ان شاء الله احنا بنتمنى له يكون هو هداف منتخب مصر الاول في الفتره الجايه. التغيير بتاع مصطفى محمد يعني احنا كنا شايفين ان هو كان ممكن يكمل بيه، كان ممكن يكمل بمصطفى محمد شويه، يديله الثقه. المهاجم يا جماعه لما بيضيع اهداف بيحتاج يلعب، بيحتاج يكمل، لما بيخرج نفسيا بيهتز، بيحس ان هو يعني مش يومه، محتاج ان هو كان ممكن يكمل يمكن ال 10 دقائق اللي فاتوا او اخر 10 دقائق في المباراه، ان هو كان ممكن يجيب جول او يسجل. كل ده كان بيبقى في عقليه اللاعب، وخاصه لما بيكون لاعب ناشئ او لاعب صغير في السن. شفنا مصطفى محمد مع المنتخب الاولمبي اداء كويس جدا جدا وهداف البطوله، هو التغيير بتاعه كان المفروض كان استنى عليه كارترون شويه، ده وجهه نظر، وجهه نظر يعني، هو اضرب فرقته اكيد، ولكن احنا بنتمنى ان اللعيبه دي تكمل، احنا عايزين مصطفى محمد يبقى موجود في الملعب على طول، عايزينه يبقى بمواصفاته العاليه جدا دي يكون هداف مصر ان شاء الله في الفتره الحاليه. تغييرات الزمالك النهارده، محمد عنتر نزل في الدقيقه 74 مكان حسام اشرف، محمد عبد الغني في الدقيقه 74 مكان اسلام جابر، كاسونجو كابونجو مكان محمد حسن
في الدقيقة 81، وأسامة فيصل مكان مصطفى محمد برضه في الدقيقة 81. النادي المصري البورسعيدي كان نازل النهارده تحس ان هو مش عايز يكسب، يعني كان مقفل جدا، ما استغلش الفرصة. النهارده الزمالك النهارده عنده فرقة كاملة، فرقة كاملة مش في الملعب، كان يقدر ان هو يأدي بشكل أكبر من كده، وكان يقدر يعمل شكل أحسن من كده. على التليفون معانا الكابتن رضا سيكا نجم نادي الزمالك السابق. كابتن رضا أهلا بيك. أهلا بيك كابتن جمال، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ حضرتك طيب وشعب مصر بخير. وحضرتك بخير يا كابتن، أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. شفت ماتش النهارده الزمالك والمصري؟ كانت مباراة جميلة، بس تمام. طبعا قبل ما اتكلم عن المباراة لازم كل الناس عارفة ان في نقص عدد كبير قوي، طبعا تمام طبعا جامد، طبعا ده أثر على الأداء، مع ان الأداء بالنسبة لان انت قاعد بعيد عن الملعب 5 شهور وتلعب الأداء دوت والنتيجة ديت، فده كان في صالح نادي الزمالك وجمهوره. في ناس كتير قوي بتقول أداء الزمالك وحش، لا أداء مين؟ بكرة هنتفرج على كل الفرق المصرية، تمام، عمر الأداء دوت، لأن أنت عارف أول مباراة يا تامر بعد البعد دوت أو الموقف اللي إحنا عشناه دوت، هتلاقي كل لعيب بيطلع اللي عنده. أكيد يا كابتن أكيد. النهارده النادي المصري الشوط الأولاني عامل مباراة جميلة ولياقة بدنية، أكن ما كانش في أجازة خالص ولا في بعيد عن الملعب، ودي بحيي عليها الكابتن طارق العشري. صحيح. نادي الزمالك كان في بعد عن الخطوط شويه، بس لولا تألق فرجاني ساسي يا تامر هو اللي قدر يظبط الشوط الاولاني. الشوط الثاني كان نادي الزمالك ما عندوش حل غير ان هو لازم يكسب المباراه، صحيح، ويكسب المباراه بناء على التغييرات اللي عملها مستر كارديرون الراجل المحترم اللي هو فاهم هو بيعمل ايه طبعا، وبالتاكيد ان النتيجه كانت في نادي الزمالك، مع ان كان النادي المصري ضاع منه اخر 10 دقائق حوالي جولين او هدفين. ثلاثه يعني. صحيح يا فندم، صحيح صحيح. كابتن رضا الغيابات أثرت على الأداء مفيش شك، بالتأكيد، بس هو واحد بس لو كان موجود في الملعب ما كانش هيبان أداء نفس المستوى دوت، لو في أوباما موجود في الملعب، لأن اللعيب رقم 10 ده النادي الزمالك مش قادر يجيب حد غير أوباما في المكان دوت، صحيح. فبالتالي إحنا شفنا أكثر من حوالي 6 7 كور الشوط الأولاني والشوط الثاني اللي هي بتاعت أوباما بيروح في الحتة الفاضية، عارف؟ طبعا أيوه بالظبط، المكان الفاضي دي اللي هي نادي الزمالك بس مفتقدها فعلا، بس يعني اي لعيب تاني، وده نادي الزمالك على فكره عنده مشكله من اول الموسم يا تامر، صحيح، ان رقم 10 دوت مش اي حد بيلعبها، واوباما بحكم ان هو افضل لعيب في مصر ولعيب يعني ذو امكانيات مش موجوده في لعيب مصري، ان هو بيلعب رجليه اليمين والشمال وبيعرف يقرا الملعب كويس وبيعرف يعدي واحد من ضد واحد، ده مش موجود في مصر دلوقتي، فبالتالي اداء كارديرون بيغلب اوباما. تمام. هو النمره 10 ده يا كابتن للاسف هو في مصر كلها مش موجود، او يعني قليل جدا، يعني انا شايف منتخب لا مصر الموضوع طالما عند ما منتخب مصر احنا عارفين الاختيارات دي بتبقى غصب عن الكابتن حسام البدري مش برضه، صحيح صحيح، يعني الاختيارات في منتخب مصر حتى مع كابتن حسن شحاته مش برضه كابتن حسن شحاته، صحيح. لا ده القماشه بتفرض عليك لعيبه تمام، لا كل الدنيا عارفه، مش انا بكلمك انت عارف انا زيك صريح يعني، فكل الدنيا عارفه ده كابتن محسن صالح طالع مع اسلام الشاطر تمام، قال لك انا سبت منتخب مصر عشان كلمني رئيس اتحاد الكوره وقال لي خد 2 لعيبه، انا قلت له لا مش هاخدهم، مشاني في المعسكر في هولندا وجاب المدرب اسمه ايه ده اللي كان ماسك منتخب اولمبي اللي هو مسك الزمالك بعد كده وهو هناك، عشان هو قال له لا، فمفيش مدرب، مفيش مدرب ومنتخب مصر بيقول لاتحاد الكوره لا، تمام تمام دي تمام. فكابتن حسام البدري لو ما خدش اوباما اللي هو افضل لعيب في مصر في الوقت دوت يبقى هو راجل ظالم، يبقى هو جاي انا اتوقع فشل منتخب مصر حتى لو محمد صلاح اللي هو احسن لعيب في العالم، لان طالما في ظلم يبقى هي هتكمل بالظلم. حضرتك شفت الناشئين نادي الزمالك النهارده ادائهم كان عامل ازاي النهارده؟ بص انا بحكم ان ابني سيف بيلعب في فرقه الاسماعيلي 2004، تمام، فانا متابع قطاع الناشئين بالنسبه لنادي الاسماعيلي وبالنسبه لنادي الزمالك، تمام. اي نعم نادي الاسماعيلي القطاع الناشئين متوقف الفتره اللي فاتت في الثلاث سنين اللي فاتت دولت، ولكن بتابع نادي الزمالك، تمام، واللي تابع نادي الزمالك في الفتره في الاعداد الاخيره والمباريات الوديه هيعرف ان نادي الزمالك عنده قطاع ناشئين محترم، قطاع ناشئين فعلا بيتصرف عليه، وده المفروض يعني لو احنا ناس حقانيين او فير ان احنا بنقول للمستشار مصطفى منصور دوت شكرا ليك ان انت وصلت القطاع كده، وان انت في لعيبه ناشئين طلعت في الوقت اللي انت عندك اقوى فرقه في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي، ويطلع لعيب ناشئ تامر
يكاحر مع الناس ديت. تمام. ده بيرجعني برضا سيكا اللي هو انا لعبت في وسط جيل وانا عندي 16 سنه، كابتن فوزي جمال والكابتن حمزه والكابتن اسماعيلي طبعا يا كابتن. تمام تمام. فعارف انت يعني اللعيب اللي بيطلع في جيل ده مع نادي الزمالك، النادي الاهلي مش عارف يطلع ناشئ بقاله اربع خمس سنين ليه؟ مش عارف يطلع ناشئ ليه؟ عشان اللعيبه اصلا اللي هو بيشتريها اللي بتقعد على الدكه ما بتلعبش، فيطلع ناشئ ازاي؟ فنادي الزمالك المفروض كل الناس الفير يعني، او انا واحد من ضمن الناس اللي بيقول كلمه الحق، إن لا نادي الزمالك برافو عليك، قطاع ناشئين لعيبه فعلا محترمه. شكرا للكابتن طارق يحيى ومدحت عبد العزيز، كل الناس اللي هي بتدير قطاع الناشئين ان هم يطلعوا في التوقيت ده ثلاثه واربعه لعيبه مع الدرجه الاولى ويلعبوا ويثبتوا وجودهم وهدافين بحقه حقيقي، مش هدافين بالصدفه يعني. تمام. لا لسه نادي الزمالك بخير وانا بحييهم عليها. حضرتك شفت ابرز نجوم النادي الزمالك النهارده مين؟ اولا بس انا عايز اقول لمصطفى محمد كلمه. تمام. هو النهارده كان عمل كل حاجه في الكوره الا التهديف. الا التهديف صحيح، ولكن التهديف ده مش هيجي مصطفى غير بحاجه واحده، ارجع بمصطفى اللي هو اخر مباراه لعبتها قبل فتره التوقف ديت، شوف انت كنت بتلعب ازاي، كنت بتهين نفسك ازاي، اللعيب الباك رايت والباك ليفت بتاع اي فرقه ما كانش بيقدر يطلع يبدا هجمه من تحت بسبب مصطفى محمد، انت ما عملتش الدور دوت، عشان كده نادي الزمالك والتوفيق ما حلفكش، لما بتتعب في الملعب اعرف ان انت في ال 18 الكوره بتجيلك، كل مصر عارفه ان الكوره دي جول. تمام تمام. فانا اتمنى ان هو يراجع نفسه بس مصطفى، لانه هو مصر مش هتجيب الفتره دي واحد زي مصطفى محمد. شايف خروج مصطفى محمد النهارده في الدقيقه 80 ده ممكن ياثر عليه بعد كده؟ هو كان المفروض يطلع من الشوط الاولاني ده من وجهه نظري. تمام تمام. والراجل الهداف اللي انت كنت محتاجه في ماتش افريقيا لازم مصطفى يكون جاهز، والمباراه الرسميه غير المباراه الوديه، والماتش ده يفرق مع مصطفى كتير قوي ويفرق مع فريق نادي الزمالك كتير قوي. تمام لمباراه افريقيا اللي جايه، ولكن انا كان عندي مباراه ثانيه جايه، كان المفروض الراجل الهداف اللي هو نهى عندي باكتر في المباراه الوديه جاب لي اربع او خمس اجوان، كان اقل حاجه مكافاه ليه وتعبه وثقته، بس كل مدرب بيبقى تامر يعني ايه ليه وجهه نظر. صحيح يا كابتن رضا. صحيح صحيح. فلازم نحترم طالما الراجل فاز وراجل ماشي بفرقه كويسه. ده حقيقي وراجل راجل محترم مستر كارتون، حتى كمان والله مع الاهلي كان كويس جدا، وكمان برده كان مع دجله كويس جدا، طبعا مع مازيمبي كان هايل هايل، هو مدرب محترم ومدرب يعني اداءه كويس. ليه ما نجحش مع نادي الاهلي؟ لان نادي الاهلي في الوقت ده كان بيعمل احلال وتجديد جامد. بالظبط صحيح صحيح يا كابتن. كابتن رضا بعذنك انا بس، هو الاهلي انا بتكلم في النهائي، الاهلي لو كان جاب جول في النهائي الماتش الاخير انا اعتقد يعني كان كارترون ده فضل في الاهلي لمده كمان 10 سنين يعني، بتتكلم الاهلي لو كان كسب النهائي ده اعتقد كارترون كان كمل، لانه بالقماشه اللي كانت موجوده في النادي الاهلي في الفتره دي الراجل وصل نهائي. فلا يعني راجل بس تمام. اتفضل يا كابتن. ده مدرب تكتيكي مدرجه الاولى مستر كارترون، وراجل بيعرف يقرا الملعب وبيعرف يجهز اللعيب بتاعه كويس، وراجل هو بيعرف يدير ازاي، ودي عمله نادره في المدربين المصريين. كابتن رضا انستنا وشرفتنا النهارده، متشكرين لحضرتك وان شاء الله نتقابل تاني. شكرا لحضرتك، مع السلامه. دي كانت مكالمه الكابتن رضا سيكا وتعليقه على مباراه الزمالك والمنافس. هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع نستقبل ضيفنا دكتور احمد رشدي. مشاهدين ورجعنا لكم تاني، ومعايا ضيف النهارده في فقرتنا الدكتور احمد رشدي المدير التنفيذي للاتحاد المصري للقوس والسهم والامين العام المجمد حاليا من قبل اتحاد اللعبه والحكم الدولي والفائز برئاسه مجلس العداله والقيم بالاتحاد الدولي للقوس والسهم. دكتور احمد اهلا وسهلا بسيادتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور احمد عايزين نتعرف بحضرتك. طبعا حابب ارحب بحضرتك الاول بصوت البرنامج، وسعيد ان انا موجود معاكم، بنتهز الفرصه طبعا بتقدم باحر التعازي والمواساه لاسر الضحايا في لبنان للحادث الاليم اللي ألم بيهم اشقائنا اللبنانيين. طبعا. وطبعا بهنئ الامتين العربيه والاسلاميه بعيد الاضحى المبارك، وسعيد بتواجدي مع حضرتك. اهلا وسهلا. انا احمد رشدي حكم وطني من 2001 في الاتحاد المصري للقوس والسهم، وحصلت على الشارة القارية في 2008. تمام. بقيت حكم قاري، وبعدين حصلت على الشارة الدولية في 2010، والتحقت بالاتحاد المصري كمدير تنفيذي وامين عام الاتحاد المصري للقوس والسهم في 2010. الحمد لله ربنا وفقني في 2019 حصلت على منصب لجمهورية مصر العربية. طبعا الحمد لله مثلت مصر في اكتر من مؤتمر للاتحاد الدولي، وترأست العديد من البعثات
شاركت في بطولات عديدة، بطولات عالم، كؤوس عالم، ما شاء الله. دورات قارية، دورات إقليمية، دورة ألعاب بحر متوسط، يعني في أكتر من حاجة وفي أكتر من منصب في التحكيم. سلام. كنت عضو في لجنة الطعون في عدة بطولات هامة، بس والحمد لله ربنا وفقني مؤخرا إن أنا فزت بعضوية لجنة العدالة أو مجلس العدالة والقيم في الاتحاد الدولي للقوس والسهم بعد تحقيق أعلى نسبة أصوات في الانتخابات وحصولي على دعم 65 دولة. بس الحقيقه طبعا من وقت المنصب ده والامور او النظره اختلفت شويه مع الاتحاد المصري لقوس والسهم، يعني ما اعرفش بطريقه او باخرى حد وصل لهم ان في خطوره منه او في كذا. طبعا الانجازات دي الحمد لله ربنا وفقني وكرمني بيها وتحققت لجمهوريه مصر العربيه. المناصب دي ما بتمثلنيش في حاجه، دي حاجات انا حصلت عليها لمصر ودي مناصب تخص مصر، فمش من حق اي حد ان هو يجرب مصر من مناصبها اللي ابنائها المخلصين او الكوادر الشابه الناجحه حققتها وحصلت عليها، لان دي اساءه تعتبر لمصر قبل اي حد تاني. بس فطبعا حصل قصه كده ان احنا كنا عاملين دوره للحكام الوطنيين وللحكام القاريين. الدوره دي طبعا كان فيها موافقه مجلس اداره وكنت بقدمها تطوعيا انا ورئيس لجنه الحكام المصريه. وكان في دوره للحكام القاريين دي بتتعمل لاول مره من 2008، وكنا مرشحين فيها مجموعه من الحكام وكانوا طالعين على نفقتهم الخاصه. دي اللي في المغرب يا فندم؟ دي اللي كانت في المغرب مظبوط. تمام. بس تمام. وبعد موافقه مجلس الاداره على الكلام ده والتنسيق مع الحكام وحتى رفض مجلس الاداره ان وزاره الشباب والرياضه تدعم الحكام ماليا او ان احنا نقدم طلب لوزاره الشباب والرياضه ان هم يدعموا الحكام ماليا، واستقرينا ان احنا هنبدا نسجل الاسامي والحاجات دي كلها. فوجئت بعد تسجيلي للاسماء والحاجات دي ان يعني جالي ايميل رد على الايميل بتاعي ده بيقولوا لي ان رئيس الاتحاد اللي هو رئيس الاتحادين الافريقي والمصري في نفس التوقيت قال ان ما نقبلش استمارات غير موقعه منه، في حين ان الاستماره كان فيها امضاء يا اما رئيس الاتحاد او الامين العام، وكان بموجب قرار مجلس اداره ان احنا متفقين على ان احنا هنسجل الحكام. جميل. وده انجاز لمصر مش لحد تاني. طبعا يعني حكام مصريين بالظبط كده، انجاز طبعا. يعني طبعا لما ما تتعملش الدوره دي من 2008 واحنا عندنا رئاسه الاتحاد الافريقي من 2010، يعني ما نقعد من 2008 لحد 2019 عشان نعمل 11 سنة حدث زي ده. تمام. وبعدين تيجي الفرصه واحنا اللي نضيعها من نفسنا لمصلحه مين؟ يعني صحيح. يعني صحيح. يعني يعني اي حد عاقل او اي حد يستمع للموضوع او اي حد يهمه مصلحه القوس والسهم ويسمع الموضوع ده هيقول لمصلحه مين ان يحصل الكلام ده؟ تمام. دي انجازات وبتضاف لانجازات الاتحاد المصري، بتضاف لسجل انجازات جمهوريه مصر العربيه. طبعا دي محطة لحصول الحكام فيما بعد على الشارة الدولية. بس وطبعا في نفس التوقيت كان عندنا دورة محلية، كنت آخر دورة كانت معمولة في 2017. تمام. كنت بقوم أنا بالدورة دي أنا ورئيس لجنة الحكام، وهي جاية خصيصا، هي مرافقة لزوجها في سلوفينيا وجاية خصيصا من سلوفينيا عشان تدي الدورة دي مدة 4 أيام. وكان في بطولة حتى محلية تم إلغاء البطولة لظروف غير معلومة وقتها برضو، لمجرد يعني انها ما تشاركش في البطوله دي او ما تبقاش موجوده، لان البطوله مدرجه وفي خطه نشاط الاتحاد، فما فيش اي مبرر ان البطوله صحيح تتلغي بشكل او باخر. بس طبعا يعني في حاجات كتير ارتكبت في حق اللعبه. يعني ايه الهدف من تعطيل الموسم الرياضي ان احنا نبدا اول بطوله في اول شهر 10؟ ايه الهدف من الغاء بطوله رياضيه في شهر نوفمبر؟ ايه الهدف من الغاء بطوله رياضيه في ديسمبر؟ ايه الهدف ان احنا خلال الموسم الرياضي كله ما ننظمش غير 3 بطولات بس؟ صحيح. لمصلحه مين؟ صحيح. طبعا ما كانش في الحسبان ان هيبقى في التوقفات بتاعت الفيروس كورونا والحاجات دي كلها، لكن انا كاتحاد ايه هدفي ان انا اعطل سير المسابقات بتاعتي واللاعبين اللي هم البراعم والناشئين دول ان هم يمارسوا رياضه القوس والسهم؟ بعمل دوره وطنيه للحكام عشان يبقى عندي حكام جدد ويبقى في صقل وترقي للحكام القدامى. ايه المانع ان انا يبقى عندي نشاط ويبقى انا عندي الحاجات دي كلها؟ الحاجات دي مدرجه في خطه الاتحاد، معروضه على الجمعيه العموميه، مرسل بيها خطابات لوزاره الشباب والرياضه لدعم الاتحاد من ضمن خطه الكوادر، فكلها امور معلومه. ايه اللي يخليني انا بعد ما الدوره دي تنتهي والدارسين دول يحصلوا على الـ على الـ على الـ على النجاح يعني، او ان هم يستفادوا بالخبرات دي كلها ويجتازوا الاختبارات النظريه والعمليه، ان انا الغي الدوره دي بدون اي مسببات وبدون اي داعي؟ صحيح. فاهم حاجه قصدي؟ بس ففي اشارات او علامات معينه بتورينا ان في حد بيدور على تدمير اللعبه او ان اللعبه ما تاخدش حقها بالشكل المطلوب.
بس على اثر الدورتين دول اللي انا كنت باكد يعني تاني ان انا كنت بقدم الدوره دي تطوعيا، وحتى تاريخه انا حتى المصروفات الخاصه بالدوره دي انا كنت متحملها على نفقتي الشخصيه. طبعا بعد تحرير الشيك كسلفه مؤقته للمصروفات الدوره اللي هي خاصه بحجز القاعه بتاعت المحاضرات والحاجات دي كلها، والمشروبات والتغذيه اللي هي للحكام والحاجات دي كلها، تم صرف الشيك ده من البنك، وبعد انتهاء الدوره تم توريد الفلوس تاني للبنك بس. وبعدين فوجئت ان مجلس الاداره بيقول لا ده ما كانش فيه قرار اصلا، وما كانش فيه قرار بتسجيل الحكام، واساءه طبعا بايميل مرسل للاتحاد الدولي، وفي ناس تابعين للاتحاد الدولي وللرياضه المصريه وحكام وناس المفروض ان احنا قدوه ليهم وبنعلمهم الاخلاقيات الرياضيه والروح الرياضيه والحاجات دي كلها. فوجئت بتخبط وقرارات ان انا كل ده عملته بقى من رايي الخاص، وكل ده يعني برضو مش عارف ايه الاساءه في الموضوع، ان انا افكر في مصلحه اللعبه. يعني ايه الضرر؟ هل انا ليا مصلحه شخصيه في الموضوع ده؟ وانا اسال سيادتك دلوقتي، ليه بيتم محاربتك في الموضوع ده؟ ليه؟ طبعا انا حكم دولي، ويمكن انا موجود في الاتحاد من قبل ما يبقى مجلس الاداره ده موجود. الحمد لله رب العالمين، يعني مجهوداتي في المجال معروفه، بشتغل واحب شغلي، فاهم في شغلي كويس الحمد لله رب العالمين. بس بدات نجاحات تتحقق، وبدا يتم اختياري مثلا لتحكيم بطولتين عالم مؤهلين للاولمبياد. كنت مرشح بقوه ان انا احكم في طوكيو في البارالمبيك جيمز. طبعا فوجئت بعد كده ان وراء الكواليس برضو في ناس بتسعى للضرر بيا، او ان انا ما اظهرش في حاجه ما اعرفش برضو مصاحب مين، لان دي كلها برضو طبعا انجازات تخص مصر ما تخصش الشخصي. يعني حتى المناصب والحاجات اللي انا حصلت عليها دي كلها انا بهديها لمصر وبعتبرها تخص مصر ما تخصش حد. بس فطبعا انا لائحه الاتحاد المصري للقوس والساه اللي هي معموله خصيصا يعني وفقا لاهواء اعضاء مجلس الاداره بتتيح ان الحكام الدوليين يحق ليهم الترشح. طبعا يعني اما يبقى عضو سابق، يا اما يبقى لاعب دولي واعتزل لمده سنه تمام، او مدرب مرن منتخب قومي واعتزل لمده سنه. فهي فيها شروط شويه تعسفيه للاعب وللمدرب، لان اللاعب طبعا لما هيبطل محتاج يتجه للتدريب صحيح. تمام، المدرب مش هيقطع علاقته بالتدريب عشان خاطر بس يترشح لمجلس الاداره. فمين الوحيد اللي ليه الحق ان هو يترشح؟ تمام. احنا يعني على شذة من عن الاتحادات الاخرى ان يبقى الحكم دولي موجود في الاتحاد، فمن حقه الترشح بس. فبما اني حكم دولي والحمد لله رب العالمين محبوب في المجال ومجهوداتي واضحه وربنا وفقني لانجازات كتير والحاجات دي كلها، فمن وجهه نظرهم اصبحت خطر عليهم ان انا ممكن اترشح في خلال الانتخابات اللي هي كان مقرر ليها انها تبقى في 2020 بعد الدوره الاولمبيه. فسعوا بشتى الطرق ان طبعا يتم الاضرار بيا. طبعا وفقا للدورتين اللي حصلوا دول او المشكله دي، تم شكوتي في اللجنه الاولمبيه المصريه. تمام. تم تجميدي على اثر الشكوى دي لحين انتهاء التحقيقات. طبعا مفترض ان انا موظف في الاتحاد المصري لقوس والساه اتبع لقانون العمل، لو عندي خطا او انا في حاجه عملتها يتحقق معايا داخليا داخل الاتحاد. لائحه الاتحاد المصري لقوس والساه بتقول ان يبقى في عندنا لجنه لفض وتسويه المنازعات داخليا. اللجنه دي من 2017 مش موجوده في الاتحاد. ايه مسببات انها ما تبقاش موجوده في الاتحاد؟ لا احد يعلم. تمام، عندنا لجنه حكام ناجحه جدا وكانت بتقوم بشغلها على اكمل وجه. من 2017 تحت قياده حكم دولي، وكل ده كل طبعا الامور دي كلها الاتحاد لا يسعى انه يكون في عنده لجان ناس متخصصين ناس فاهمين يتولوا المسؤوليه الحاجات دي، عايز يبقى هو ايده في كل حاجه ويبقى هو اللي مسيطر على كل حاجه بس. فتدخل في شؤون لجنه الحكام دي، يعني لجنه الحكام دي بتقدم طلبات من 2017 لحد 2019 عشان تنظم دوره، بتقدم طلبات تخص الحكام ولا يستجاب لطلباتها ومهمله تماما. تمام، فلما اجي انا استجيب لطلباتها واعمل الدوره دي وبموافقه مجلس الاداره اجي الغي الكلام ده، طب لمصلحه مين؟ ما احنا ما دور الاتحاد ايه؟ دعم اللاعبين مدربين حكام، هو ده الدور الاساسي للاتحاد. طب وايه الهدف فني من تجميد حضرتك؟ ايه الهدف من كده؟ طبعا هي يعني قصه اختلقوها، طبعا يعني الغرض منها الاساسي واضح طبعا بعد طبعا اقصائي تماما من مجال القوس والساه. لا اعلم لماذا انا يعني ما يعني خلال خدمتي للاتحاد او تواجدي في الاتحاد من 2001 كحكم وطني وخدمتي كحكم دولي ومدير تنفيذي وامين عام الاتحاد المصري للقوس والساه، يعني لم ابخل بجهد تجاه الاتحاد وتجاه نشر اللعبه وتجاه المنتمين لاعضاء اللعبه والحاجات دي كلها، والحمد لله الانجازات اتحققت دي كلها لمصر وللقوس والساه. بس فايه اللي يخلينا فجاه يعني يحصل الانقلاب ده بالشكل وبالطريقه دي، ويبقى الغرض الاساسي ان انا تدمير
الشخص ده نهائيا، وانه ما يكونش ليه اي تواجد تاني في القصص. يعني لو اختلفنا حتى على مستوى الوظيفه كان ممكن ان احنا العلاقه تنتهي بمنتهى الادب وبمنتهى الكذا. وانا راجل حكم دولي بمثل البلد، احنا عندنا 3 حكام دوليين فقط، احنا مش 300 حكم ولا 3000 حكم عشان يبقى عندنا يعني نقدر نضحي بواحد او باثنين منهم، فاهم حاجه الفكره؟ احنا 3 حكام دوليين. فطبعا بعد الموضوع ده وبعد القرار اللي تم اتخاذه في اللجنه الاولمبيه بدون وجه حق وبدون اي سند قانوني ان يتم ايقافي لمده 3 سنوات وعدم التحاقي للعمل بالمجال الرياضي، ايه المقصود من ايه الغرض من وايه الجريمه وايه الجرم اللي انا ارتكبته؟ ايه بقى الجريمه اللي حضرتك ارتكبتها عشان خاطر يتم التجميد والايقاف؟ هي الشكوى الاساسيه. يا جماعه مستندات الدكتور كان جايبها، عايزين بس نراجعها لو سمحتوا. تمام، اتفضل. الشكوى الاساسيه من رئيس الاتحاد المصري لقوس السهم ان انا خالفت اللوائح والقوانين وما عملتش دوري اللي انا منوط بعمله وفقا لاختصاصاتي في لائحه النظام الاساسي للاتحاد المصري لقوس السهم. وده كان اعتراضه في الاتحاد الدولي لما بعت الايميل وقال ان هو انا ماليش الحق ان انا امضي اوقع اي حاجه، في حين ان انا حتى استمارة ترشيحه للاتحاد الدولي انا اللي كنت بوقعها، مشاركات اللاعبين انا اللي كنت بوقعها، اي حاجه رسميه في الاتحاد بصفتي السكرتري جنرال او الامين العام للاتحاد، فانا من حقي ان انا كنت اوقعها او اختمها وبحوزتي الاختام والحاجات دي كلها. ولكن كله كان بيتم في مصالح، انا ما عنديش اي اغراض شخصيه ولا عندي اي مصالح شخصيه في اللعبه، انا بشتغل من اجل اعلاء شان رياضه القوس والسهم ومن اجل خدمه الوطنيه. بس فطبعا هو بعت قال ان انا هيتم التحقيق معاه للمخالفات، ده بيعبر عن رايه هو بالتسجيل بتاع الحكام ده. فطبعا انا قلت ان انا لو انا عندي نيه سوء انا ما كنتش حطيت رئيس الاتحاد في الايميل، انا حطيت رئيس الاتحاد في الايميل وبطلب دعم للحكام الوطنيين دول اللي احنا بنرشحهم. ممتاز، يعني كل الناس عارفه بالظبط بالظبط، والحكام موجودين واعضاء الاتحاد الدولي موجودين ورئيس لجنه التطوير ورئيس لجنه الحكام والحاجات دي كلها ورئيسه لجنه الحكام المصريه، وبشيد بالدوره اللي احنا عملناها في مصر ان احنا دي احد النجاحات اللي احنا بنحققها وبنتواصل فيها مع الاتحاد الدولي. طبعا احنا كان عندنا لجنه حكام سابقه كانت موجوده من 2006 ل 2017 ما اتعملش اي دوره للحكام الوطنيين صقلوا وترقت، عمل دوره بس جدد في 2008 ومن وقتها ما اتعملش اي دورات تاني. فطبعا لما الدنيا اتنشطت شويه والحكام حسوا ان هم محتاجين يبقى في تغيير ويبقى في لجنه حكام جديده، وتم انتخاب لجنه الحكام برئاسه الحكمه الدوليه مايا شلبي اللي بيسعوا حاليا برضو في الوقت الحالي لاقصائها، هي مصريه سلوفينيه اختارت ان هي تكون حكم دولي لجمهوريه مصر العربيه لحبها وعشقها في تراب الوطن. للاسف 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 تشكر عليه صراحه يعني للاسف، وجايه على نفقتها الخاصه وجايه عشان تدي دوره للحكام المصريين خدمه للبلد وخدمه كل حاجه تطوعيا، وباكد انه تطوعيا، ودي المره الثانيه اللي احنا بنقدم فيها الدوره دي وانا قدمتها برضو تطوعيا خدمه الوطني وخدمه لزملاء الحكام القصوصة. تمام، بس فليه يبقى المقابل بالشكل ده وبالطريقه دي؟ يعني ليه ان احنا ندمر الابناء وليه نعمل كره للناس في الوطن وليه نحارب الكوادر الناجحه دي ودلوقتي بيدفعوها ان هي تنقل ما تبقاش حكم مصري دولي تبقى حكم سلوفيني دولي؟ بس فلمصلحه مين والغرض مين ان احنا عندنا 3 حكام دلوقتي يبقى عندنا حكم دولي واحد؟ وبعدين طبعا بعد ما اتخذوا القرار ده بان هو يتم الايقاف والحاجات دي كلها تم ترجمته من اللجنه الاولمبيه المصريه باللغه الانجليزيه ومضى السيد رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه وتم ارساله للاتحاد الدولي. طيب ايه الغرض بقى بان انا اترجم القرار اللي هو المتعسف ده او الظالم وابعته للاتحاد الدولي؟ الضرر بالمناصب الدوليه اللي انا حققتها لمصر، الاساءه لسمعه ابناء الوطن في الخارج، فاهم حضرتك الفكره؟ بس فطبعا على اثر القرار اللي تم ترجمته ده اللي هو القرار اللي هو انا اوريدي طعنت عليه بعدها لان يحق لي الطعن عليه وفي درجات اكتر من درجه اقدر اطعن فيه عليها على القرار، وطلبت طبعا صوره من التحقيقات وطلبت السند القانوني للقرار اللي هم اتخذوه ده. طبعا ما حدش يعني هو الموضوع كله معمول مجامله، اللي اشتكاني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، اشتكاني في اللجنه الاولمبيه المصريه بحجه انها جهه حياديه متناسي تماما ان هو نائب رئيس اللجنه الاولمبيه. تمام. وداني في لجنه الانديه والهيئات والقيم لمجرد ان فيها كلمه القيم عشان لما يطلع ضدي قرار ظالم بالشكل ده يتم ارساله للاتحاد الدولي لجنه العداله والقيم اللي انا او مجلس العداله والقيم اللي انا تابع ليه طبعا عشان يحصل الضرر ده ويتم تجميدي مؤقتا. طبعا هم مجمديني في الوقت الحالي مؤقتا ومهدده المناصب اللي هي تابعه لمصر دي بان هي تتسحب منها أكيد. طبعا بخلاف الاساءه طبعا اللي احنا اللي عملناها لجمهوريه مصر العربيه وابنائها، مش معقول ان انا نال ثقه الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي للقوس والسهم و65 دوله
وبلدي انا تيجي اللي تهني وتضيع المناصب وتعمل تتخذ ضدي الاجراء ده لمصلحه مين؟ احنا بنسوق صوره الوطن لمين؟ بنسوق ابناء البلد واللي بيمثلوها في الخارج لمصلحه مين؟ صحيح. كل ده تكالب عشان نحافظ على الكراسي بتاعتنا ونحافظ على المناصب. يعني قول لي حضرتك الغرض ايه ان انا اعمل الضرر ده بحكم دولي بيمثل البلد وفاز بمنصب دولي يخص البلد؟ تمام. وابعت انا الاتحاد الدولي واحاربه واسوق صورته واسوق سمعته واسوق صوره الكوادر الرياضيه الناجحه اللي طالعه من الوطن. دكتور، هل في خلاف شخصي بين حضرتك وبين رئيس الاتحاد؟ اطلاقا. احنا يعني الاختلافات بتبقى في العمل، اختلاف في الراي لا يفسد في الود قضيه. اكيد. انا دايما بيبقى يعني ببقى حريص على مصلحه اللعبه او مصلحه اللاعبين او الحاجات دي كلها، بختلف معاهم في عده قرارات، لكن في الاخر بنوصل للي فيه مصلحه اللعبه. لكن يعني انا في الفتره الاخيره يعني مثلا قرارات زي الغاء بطولات محليه، ايه الهدف منها؟ قرار ان احنا نلغي مثلا دوره زي دي، او ان احنا ما نعملش دوره، او نتراخى في ان احنا من 2017 لحد 2019 ما نعملش دوره للحكام. صحيح. ما نعملش دوره ليه للمدربين الجدد؟ فاحنا دورنا ايه؟ احنا قاعدين موجودين ليه؟ معلش، الحكام دول اللي احنا كانوا طالعين على نفقتهم الشخصيه، الاتحاد رفض يدعمهم ورفض ان انا خاطب وزاره الشباب والرياضه لدعمهم. صحيح. ايه دورنا احنا موجودين ليه في الاتحاد المصري للقوس والسهم؟ لتصفيه الحسابات، للحروب، للحفاظ على الكراسي والمناصب فقط بدون اي حاجه. بحارب لاعبين ليه؟ كان في لاعبين عايزه تطلع تشارك على نفقه انديتها بما انهم ابطال الجمهوريه بيدوهم فرصه ان هم يطلعوا يشاركوا في بطولات دوليه، في بطوله العالم طلبوا ان هم يطلعوا يشاركوا في بطوله العالم، وبطوله العالم دي كانت مؤهله، وان احنا بنستعد في الوقت ده ان احنا هنلعب اللي هي دوره الالعاب الافريقيه المؤهله لطوكيو، وطلبوا ان هم يطلعوا يسافروا يشاركوا في بطوله العالم دي، وترفض من الاتحاد. قول لي حضرتك المبرر ايه؟ ايه المبرر؟ صح، ايه المبرر لحاجه زي كده؟ لمجرد ان انا بس بتعنت مع الناس، وان انا مش عايز يحصل انتشار للعبه، مش عايز الناس دي يعني بدل ما هم طلعوا مع انديتهم يتفسحوا في احد الدول. ودي كانت برضو في فتره تسبق استعداداتنا لدوره الالعاب الافريقيه، يعني كان في لاعبين منتخب شاركت مع انديتهم في 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 رحله مع النادي، وقعدوا 10 ايام ما يتدربوش، وبعد ما رجعوا من السفر ب 10 ايام كان المفروض ان هم مسافرين معسكر تدريبي دولي استعدادا لدوره الالعاب الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. فلمصلحه مين كل ده؟ فهي دي الخلافات الاساسيه. تمام. لما بتنبه ان في مثلا مخالفات في الـ في الـ في اللوائح، او في اجراءات بيتم اتخاذها بطريقه خاطئه او حاجه، برضو بتواجه بحرب وعداء بلا مقابل، رغم ان ده دوري الصحيح. المفروض ان انا كمدير تنفيذي وامين عام للاتحاد المصري للقوس والسهم ان انا بنور بصيرتهم لو في اخطاء او لو في مخالفات او في اي حاجه زي كده، ما يتمش يعني عملها او يتم تلافي الاخطاء والحاجات دي كلها. فبس ادي اوجه الخلاف. لكن خلاف على المستوى الشخصي مفيش اي حاجه. انا كنت مساند لرئيس الاتحاد في عده مؤتمرات خاصه بالاتحاد الدولي، كنت انا ممثل لمصر ومعايا حق التصويت لمصر. انا يعني اللي كنت بساند في الانتخابات، وبعلاقتي مع الحكام الدوليين وعلاقتي مع اللي هو يعني السكرتري جنرال في كل الاتحادات الدوليه، اللي هم معظمهم برضو حكام دوليين ومعظمهم من اللعبه او رؤساء الاتحادات الاخرى الوطنيه. كنت بسعى ان انا يبقى في دعم ليه، كنت بخاطب الدول قبل الانتخابات عشان ينال دعم وينال ثقه الجمعيه العموميه ويفوز في الانتخابات. فكل الحاجات دي يعني كل الحاجات دي كلها كنت راجع من السفر مثلا واطلع بالليل المطار استقبله بالورود والحاجات دي كلها تكريما لي، وان دي برضو فاز بمنصب لمصر طبعا اكيد. بس لكن ندور ايه اللي حصل في 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 في, في, في تطور الرياضه المصريه، ايه اللي حصل في الاتحاد الافريقي؟ الاتحاد الافريقي بيعمل بطوله كل سنتين. في 2018 اتلغت البطوله لاسباب غير معلومه، في 2014 كان قايل مش هيترشح تاني لرئاسه الاتحاد الافريقي وخلص انها اخر دوره. في 2018 لغى البطوله الافريقيه عشان ما يبقاش فيه حد من الدول الافريقيه موجود ويبقى فيه مشاركه كبيره ويتعمل انتخابات. ما تمش تقديم الملف للدول لاستضافه البطوله الافريقيه. القارات الثانيه بتعمل اكتر من بطوله في العام الواحد، احنا بنعمل بطوله كل سنتين، نيجي في 2018 ما نعملش البطوله دي؟ دكتور، الخطوه الاخيره اللي حضرتك هتاخدها او هتسلكها هتبقى ايه؟ انا روشته اخيره كده عشان بس يعني انا حقيقه يعني طرقت كل الابواب او هطرق
كل الابواب. تمام. انا هتاخد كل الاجراءات القانونيه. تمام. حفاظا على مناصب مصر وحفاظا على صوره مصر في الخارج. يعني انا على المستوى الشخصي لا يعنيني شيء في اللي حصل، لكن فعلا بقى شكلنا وحش وبقى فيه اساءه للوطن بشكل مش كويس. يعني الناس اللي شافتني في بطولات كحكم دولي وحكمت في اكتر من بطولات وكانوا بيشيدوا بنزاهتي ومجهودي للالتقاء باللعبه والحاجات دي كلها والمناصب اللي حصلت عليها دي كلها، تيجي تطلعني بالشكل ده وبالطريقه دي. صحيح. بعد خدمتي وبعد العمر ده كله. طبعا لجأت لوزاره الشباب والرياضه، معالي وزير الشباب والرياضه، من شهر مارس، من 8 مارس، عدى 5 شهور لحد دلوقتي لم يتواصل معي احد، وبتواصل مع مديري في مكتبه استاذ ايمن عثمان، حتى تاريخه ما افادتنيش باي اجراء حصل او اي حاجه حصلت. في ناس كتير شرفاء اشتكوا بالمواقف اللي حصلت، حكام اشتكوا لوزاره الشباب والرياضه، بدل ما وزاره الشباب والرياضه تحقق في الامر وتروح تدرس القضايا دي وتشوف المشكله فين بالظبط، بعتت للاتحاد، الاتحاد استدعى الحكام دول. تمام يا دكتور. وتم تجميدهم. تمام. فهو اتخذ دور الحكم والجلاد والقاضي. بس فاين الجهات الرقابيه؟ اين مؤسسات الدوله؟ انا بناشد من عند حضرتك. اتفضل. فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب وراعي الرياضه والرياضيين ودولة رئيس مجلس الوزراء ان هم يشكلوا لجنة تحقيق حفاظا على مناصب مصر وحفاظا على رياضة القوس والسهم في مصر وحفاظا على الرياضة المصرية. يعني حرام ان الرياضة المصرية يبقى هو ده شكلها وهي دي الصورة اللي احنا بنصدرها للعالم. مصر الحمد لله بوجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اظهرت صورة للعالم بانجازاتها وبأبنائها والمجهودات اللي بتتعمل لتطوير البلد والانفراستراكشر والحاجات اللي بتتعمل دلوقتي في البلد عشان ننهض كلنا بالمنظومة ونحقق النجاحات ونحقق الحاجات الكويسة دي. عايزين نحافظ على الصورة دي، عايزين نحافظ على تسيب مصر لأفريقيا والدول العالم. بناشد برضو الشرفاء من رياضة القوس والسهم، أعضاء الجمعية العمومية، يلقوا برضو نظرة على رياضة القوس والسهم والجرم اللي بيتم في حقها دلوقتي ويردوا الحق لاصحابه ويقفوا وقفه حق. يعني ان شاء الله يا دكتور احمد. دكتور احمد، في النهايه برضو احنا حق الرد مكفول لكل الناس، اي حد عنده اي راي ممكن يتواصل معانا، مش اي مشكله خالص. دكتور احمد رشدي المدير التنفيذي للاتحاد المصري للقوس والسهم، شرفتنا وانسنا النهارده، سمعنا من حضرتك معلومات مهمه جدا جدا، ونتمنى ان شاء الله ان الساده المسؤولين يتواصلوا مع حضرتك ويكون في حل للمشكله الكبيره دي. أتمنى. لان دي سمعه مصر قبل اي حاجه. اتمنى، لان احنا ما زال الوقت عندنا متاح، انا مجمد حاليا مؤقتا بصفه. تمام. مؤقته. تمام. وللاسف يعني مصيري او مصير المناصب جمهوريه مصر العربيه في ايدي مصريين، فهل هم حريصين على الرياضه المصريه وحريصين على سمعه الوطن ولا في اغراض شخصيه هم عايزين يحققوها من الرياضه دي؟ فمحتاجين تكاتف كل مؤسسات الدوله في الامر ده والشرفاء في البلد عشان يتم التحقيق في الامر ده ويتم دراسه الموضوع ده ويتم كشف اي فساد رياضي موجود او اي فساد اداري موجود لاغراض محدده غير معلومه. يعني ما فيش حد يقول ان احنا نسيء للوطن او نسيء لابنائه. دكتور احمد رشدي شرفتنا ونستنا النهارده، سعدنا بيك والله. انا اسعد يا فندم. اتمنى نشوفك لقاء تاني. وعذرا ان انا ضايقت الجمهور وضايقتكم بمشكله زي كده، لكن لا دورنا ان احنا نوصل، حقنا كاعلام ان احنا نوصل رساله حضرتك. الله يخليك فندم. شرفتنا دكتور. اعزائي المشاهدين، دي كانت فقرتنا النهارده واخر فقره لينا النهارده مع الدكتور احمد. سعدنا بيكم، نتمنى ان شاء الله تسعدوا معانا دايما باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.